موقع بدل نزار لهذا اليوم، فتحصلوه في هذا المكان بالضبط. صباح الخير، شلونكم؟ شلونكم بخير؟ اليوم جيكم فيديو جديد عن تحديات لعبة Red Dead Redemption 2، ويلا نشوف التحديات اليومية. التحدي الأول مطلوب عندكم تغيرون العلامة الموجودة على حزام الشخصية. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تسحبون واحد من الأعداء وانتو طالعين على الخيل، تسحبوه بالحبل. التحدي الثالث مطلوب عندكم تجمعون جولدن كارنت، مطلوب عندكم تجمعون 5. التحدي الرابع مطلوب عندكم تلعبون مهمة هامش. مهمة هامش تحصلوها في هذا المكان بالضبط. التحدي الخامس مطلوب عندكم تبيعون 5 من الأعشاب. Have a stock, huh? Sure. Yes, I'll happily buy another one. التحدي الثالث مطلوب عندكم تقتلون 3 من اللاعبين اللي موجودين ياكم بالعصابة هيد شوت، اللي هو ضربة بالرأس. تدرسوا من هذا التحدي تروحون على العصابة وتروحون على الاختيار الثالث وتسوون انفايتنج او تيم انفايتنج وتقتلون 3 من افراد العصابة اللي موجودين وياكم. التحدي الأخير مطلوب عندكم تصيدون 5 أسماك أنواع مختلفة.
بالنسبة لتحديات الباونتي هانتر، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تلعبون اثنين من نيو أوستن بوستر. نيو أوستن بوستر يكون تابع لها، اللي هي تمبل ويد وأرمديلو. تلعبون اثنين من هذا المكان أو اثنين من هذا المكان، راح خلاص عندكم هذا التحدي. التحدي الثاني مطلوب عندكم تلعبون باونتي هانتر وتخلصوه بوقت 4 دقائق أو أكثر. التحدي الثالث مطلوب عندكم تمسكون الباونتي هانتر بالبولاس. بالنسبة للاعبين اللي عندهم الباونتي هانتر ليفل ماكس، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تلعبون اثنين باونتي هانتر من نيو أوستن بوستر، اللي هو نفس اللي عندي أرمديلو وتمبل ويد. اثنين من هذا المكان أو اثنين من هذا المكان راح يخلص عندكم التحدي الأول. التحدي الثاني مطلوب عندكم تلعبون 3 باونتي هانتر من مكان واحد، يعني من بورد واحد. التحدي الثالث مطلوب عندكم تمسكون واحد من اللاعبين الأونلاين يكون عليه باونتي. بالنسبة لتحديات التاجر التريدر، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تتبرعون ب20 حيوان بوقت 10 دقائق. التحدي الثاني مطلوب عندكم تتبرعون ب6 حيوانات تكون حجم كبير. التحدي الثالث مطلوب عندكم تلعبون الريسبلاي ميشن وتخلصوه بوقت 5 دقائق. الريسبلاي ميشن تحصلوا وقت ما تكلمون التاجر. أما تحديات الكولكتر، فالتحدي الأول مطلوب عندكم اللي هو توجدون 3 من الانتيكو كحول. التحدي الثاني مطلوب عندكم تجمعون 2 من أشياء الكوليكتر باستخدام الديتكتور، اللي هو الحساس، اللي هو هذا. التحدي الثالث مطلوب عندكم تجمعون 3 من الجواهر المفقودة. أما تحديات الموشاين، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تجمعون $200 من التجارة ببضاعة الموشاين. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تلزفون مع الفرقة لمدة دقيقتين مرتين. التحدي الثالث مطلوب عندكم تتفاعلون مع 2 من اللاعبين وقت ما توصلون درجة اللاوعي. أما تحديات الطبيعة، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تبيعون 5 عينات لهارت. التحدي الثاني مطلوب عندكم تأخذون 5 عينات خلال 10 دقائق. التحدي الثالث مطلوب عندكم تأخذون 3 عينات من الحيوانات الرطبة أو الحيوانات التي تعيش بالأماكن الرطبة. تقدرون تروحون تسوون هذا التحدي، تروحون على مدينة لاغراس أو منطقة لاغراس، اللي هو بهذا المكان بالضبط، اللي هي المستنقعات اللي هي شمال ساندينيز، وتخدرون 3 من التماسيح وتأخذون العينات مالتهم، وراح يخلص عندكم هذا التحدي. إن شاء الله تكون نفعتكم بهذا الفيديو. لا تنسون من اللايك والاشتراك بقناة دعم مشترك وفعل الجرس. شاركوا الفيديو لكل أصدقائكم من عبر ردد. أشوفكم في فيديو ثاني. سلام.